السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقة جديدة من برنامج جام الناس اللي راح نكون اليوم بحلقة استثنائية باحتفالية الطلبة المتميزين باختبارات الذكاء اللي قامتها مديرية الدار العلمية بوزارة الشباب والرياضة. الاختبارات دامت أكثر من 5 أشهر وشارك العديد من الطلبة سواء من بغداد أو باقي المحافظات، لذلك اليوم راح يتم تكريم هؤلاء الطلبة المتميزين ونوثق هذه اللحظات المهمة اللي تخصهم. خليكم ويانا. يعني نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم بتغطيتنا وحلقتنا لهذا اليوم، والان مع الدكتور احمد سعد مدير الدار العلميه بوزاره الشباب والرياضه. دكتور، لو ردنا نتحدث انه هذا النشاط المده الزمنيه ايش قد صار له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج اختبارات الذكاء او العمل على الطلبه اللي مرشحين لدخول مدارس المتميزين وكليات بغداد بدا من الشهر الخامس. زين، قبل ما تطلع النتائج من الصف السادس الابتدائي بدينا التحضيرات إليه. البرنامج بدأ بشكل فعلي ومكثف من شهر السادس بعد إعلان النتائج، والحمد لله والشكر يمكن استمرينا وياهم إلى منتصف الثامن، واليوم دا نشوف انه الطلبة اللي كانوا مشاركين ويانا الحمد لله والشكر انه نسبة كبيرة جدا من عندهم انقبلوا في مدارس المتميزين وكليات بغداد، والمسرعين والمواهب كنا حاضرين في كل هذه المجالات. كان النظام كورسات؟ النظام اللي كان هو اختبارات إلكترونية مكثفة، يوميا اختبار، وبالفترة الأخيرة زادت أكثر من اختبار يوميا بشكل يومي أونلاين، بالإضافة إلى ورش إلكترونية همات أونلاين، بالإضافة إلى ورش حضورية، بالإضافة إلى الاختبار الحضوري اللي هو كان مهم، ويمكن كنتوا معانا شفتوا الأعداد اللي كانت موجودة ويانا وكانت تشارك في هذه الاختبارات. دكتور، ممكن الآلاف شفناهم من الطلبة اللي كانوا مشاركين بتلك الفترة بفترة الامتحانات، اليوم إذا أردنا نعرف أنه أعداد اللي ممكن راح تحتفون بهم ايش قد تقريبا؟ طبعا المقبولين في مدارس المتميزين كان من عندهم تقريبا 33% 34%، هذه النسبة هم من المشاركين بالبرامج مالتنا. اللي موجودين ويانا اليوم تقريبا 250 إلى 300 شخص. احنا ما عندنا في التحديد، احنا طلبنا من كل اللي موجودين اللي يقدر واللي يشارك يكون موجودين ويانا. اللي أكدوا حضورهم 250، بس هذا العدد هو ما يمثل كل اللي انقبلوا، بس اليوم اللي موجودين هنا في هذه الاحتفالية يمكن 250 أو يتجاوز هذا العدد. ما بعد يوم الاحتفال اليوم راح تحتفون بهم، شنو الخطوة المقبلة وياهم راح؟ احنا عدينا برنامج مو فقط للمشاركين ويانا، لكل المشاركين في مدارس المتميزين ومدارس الموهوبين. يمكن بعد ايام ان شاء الله راح تصير ورشه للمدارس الموهوبين ومدارس المتميزين، راح نشوفهم ونشوف شنو استعداداتهم. خلينا لهم فد مجموعه من البرامج نفذ ذول الطلاب او الاخرين اللي هم انقبلوا بمدارس المتميزين وهم ما كانوا مثل من طلابنا. احنا راح نعمل حاليا على كل طلبه الموهوبين وطلبه المتميزين برامج متعلقه او ورش متعلقه بالحساب السريع، بالاضافه الى الامن السيبراني، الروبوتات وغيرها. اليوم الطلبه الموجودين ويانا مستواهم جدا عالي، نسبه الذكاء عاليه، فنريد نستثمر هذا الشيء ببرامج تخدمهم وتعود كذلك بالفائده على الباقين، وممكن نطلع برامج تخدم المجتمع كذلك من خلال الخامات اللي ممكن تخدم او تكون اضافه للمجتمع بالمستقبل. حسب نسب الذكاء او حسب الدرجات اللي طلعوها بالاختبارات من الذكاء، الشباب اللي موجودين ممكن جدا انه استثمارهم، نسبه الذكاء مالتهم عاليه. هاي يمكن الايام الجايه من راح نبدي بالورش وبالتدريب العملي وغيرها راح يبين بشكل اوضح وبشكل اكبر كل واحد شنو التخصصاته او شنو الميوله، بس هي النقطه الاهم اللي احنا نعمل عليها هي موضوع نسبه الذكاء، والحمد لله والشكر يمكن اللي موجودين ويانا اليوم كلهم نسبه الذكاء مالتهم عاليه اللي اهلتهم لدخول مدارس المتميزين والموهوبين والمسرعين.
اليوم فقط هم ابناء بغداد لو ابناء العراق بشكل عام، يعني كل المحافظات شملت هاي الاختبارات، شملت كل المحافظات. اليوم اللي طلبناهم قلنا لهم انه يحضرون ويانا، طلبنا من اهل بغداد، طبعا جتنا بعض الطلبات من بعض المحافظات القريبه، طلبوا انه يكونون موجودين ويانا ويشاركون. احنا رحبنا بالكل، يا هو اللي يقدر يوصل هنا ويجي ويانا. زين، اليوم الاحتفال هو لهم، يعني يمكن هو هذا ثمرة التعب اللي احنا والاهالي والتوجيهات اللي صارت من السيد الوزير والاصرار على انه نهتم بهاي الشريحه، يمكن هاي نتائجها اليوم، يمكن فهذا فد شيء بسيط اليوم موجودين هنا كنا حتى نحتفل بهاي الاولاد. اليوم المتعارف بسؤال اخير، انه الوزاره دائما انه متصدر العمل الرياضي بقدر انه غافل الاعلام والناس انه ما تعرف الواجبات اللي تقوم بها كوزاره نحو موضوعيه الشباب، انتم اليوم هذا الجانب اللي جاي تسوي العديد من الجوانب، شنو الخطوات المقبله بالنسبه لدائرتكم؟ شوف، يعني يمكن انتم تابعتوا ويانا هسه هذا البرنامج والبرامج الباقيه، واي واحد يسلط الضوء على وزاره الشباب والرياضه راح يشوفها مهتمه جدا في الجانب الشبابي. هذا البرنامج يمكن شفتوه، اكو برامج راح تطلق حاليا متعلقه بالمدارس ومتعلقه بالجامعات، اغلبيتها راح تتعلق بالمواهب، يمكن موضوع اكتشاف الموهبه في الذاكره، اكو برنامج علمي ترفيهي هم ما تكتشف المواهب، سميناه اكس اول المواهب، حتى موضوع الالعاب الالكترونيه طلعنا فد طريقه جديده حتى نسحب الشباب اللي نسحب الشباب اللي هم يلعبون فقط العاب الكترونيه، وسوينا فد شيء مثل العاب الهجينه، يلعب كره قدم بالفيفا وراها يلعب كره قدم حقيقيه، وهاي راح تطلع النتائج مالته اللي تاهله للفوز. فاليوم يعني الكثير من البرامج الشبابيه اللي متعلقه باهتمامات الشباب بدات تطلقها الوزاره، طبعا دا احكي انا على الجانب العلمي، اليوم جانب الثقافه والمسرح والسينما وهوايات الشباب، هاي كلها دا نعمل عليها، مدرسه لصناعه المحتوى الرقمي والشباب وملتقيات للمؤثرين، هاي كلها بدنا نشتغل عليها بهذا البرنامج. شكرا جزيلا دكتور، واتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي احنا متواصلين وياكم، ومثل ما شفت انه دور وزاره الشباب دور كبير جدا خصوصا بما يتعلق بموضوع الشباب، متواصلين وياكم. خليك معنا. دكتور مصطفى حميد، باعتبارك ممثل عن جامعة النهرين، اليوم لو ردنا نتحدث عن وصول الطلبة لمرحلة أنه المنصة والتتويج بعد اختبارات دامت لأكثر من 5 أشهر. شاركت جامعة النهرين في مسابقة تحدي المعرفة التي أقيمت برعاية وزارة الشباب والرياضة دائرة الرعاية العلمية. ضمنت المسابقة مشاركة عدد من الجامعات لمختلف التخصصات العلمية، حيث شاركت في جامعة النهرين ما يقارب 8 طلاب. واللي ترشحوا بعد 3 محاولات، بـ3 مراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والثالثة. المرحلة الثالثة كانت المرحلة النهائية واللي توج بها فريق جامعة النهرين بالفوز على فريق جامعة المستنصرية. اليوم متفوقين على الجامعة المستنصرية؟ نعم، فاز. المرحلة النهائية كانت مسابقة بين جامعة النهرين والجامعة المستنصرية، وكان فريقنا هو الفائز. نعم. مثل هيك نشاطات، هيك اختبارات، خصوصا انه اللي الفئات العمريه الصغار، اللي يعني المبتدئين بالمراحل الابتدائيه والمتوسطه، شنو ممكن يضيفون كاضافه للمجتمع العراقي مستقبلا بهاي الاختبارات، بهاي النوعيه من الذكاء اللي عندهم؟ طبعا حقيقه هذا النوع من المسابقات وينمي المهارات لدى هؤلاء الطلاب، خصوصا طلبتنا الموهوبين، حيث يوجد عدد من الطلاب اللي عندهم امكانيات مثل حسابيه ومهارات مختلفه، هذا النوع ينشط ويساعد يكسب مزيد من الجراه للمشاركه في عديد من النشاطات. بس فقط الجراه يستفاد؟ او تنميه مهاراتهم ايضا. نعم. اليوم كجامعات كمدارس يحتاج هيك مبادرات، هيك نشاط تشاركون؟ اكيد اكيد، هذا نوع حافز للطلاب على المشاركه بمزيد من النشاطات. نعم. طيب،
تحب تقول انه من خلال هيك شيء؟ نعم، نشكر وزاره الشباب والرياضه ودائره الرعايه العلميه ممثله بالدكتور احمد علياوي على هذا النوع من النشاطات، وخاصه في لطلبه الجامعات العراقيه، وهذا حقيقه اليوم التكريم جدا ممتاز وجدا حفل رائع، اجواء جميله جدا. الاجواء يعني لطيفه وقاعده شويه، مو حد يغير جو. أكيد أكيد. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شرف. مشاهد الكرام، بالتالي انه اليوم جامعة النهرين ذا متفوق على جامعة المستنصرية وبقية الجامعات اللي موجودة مشاركة، أيضا بنفس الوقت بعض المدارس موجودة الابتدائية والمتوسطة بهذه المسابقة. تواصلني وياكم، خليكم. والله ان شاء الله ماكو اي صعوبات، وان شاء الله التفوق يعني موجود، وان شاء الله بجهود وزاره التربيه يعني وجهود معلمي ومدرسته كانت لهم الفخر ولهم الشان الاكبر بهذا الشيء. الحمد لله. عثمان اليوم طبعا بالمناسبه عثمان من الطلبه الاوائل اللي طلعوا بمعدل 100% على العراق، شلونك عثمان؟ الحمد لله. شلون اخبارك؟ زين. عثمان شلون الاختبارات كانت؟ زينه. يعني ما واجه الصعوبه بها؟ خمس اشهر لا زينه، جواجهنا صعوبه شويه. بس شنو اصعب شيء مر عليك؟ يعني شو اسمه الوضع وشو اسمه الدراسه. بمن موهوب تحس نفسك؟ بكل شيء. بكل شيء، هاي بكل شيء معناه؟ اي نعم، الحمد لله. والله كان دور وزاره الشباب والرياضه كان دور عظيم جدا، واللي اعطاهم الدافع ومنع من عندهم الخوف، اهم كان النقطه هاي. ثقه عاليه جدا يعني كسبتهم هاي، يعني كانت فشي متميز جدا. يعني هاي يمكن اهم شيء بالمشاركه، كانت نقطه يعني ساعدتهم للتاهل 100%. يعني انا هاي النقطه هم قبل قليل عرج عليها الدكاتره بجامعه النهرين، قال انه الثقه اللي اكتسبوها الطلاب هي اهم نقطه، كانت هي الثقه اللي اكتسبوها، انتزع من عندهم الخوف بالدخول للامتحان، لان كنا متخوفين نسبه شو اقول لك 90%، اكو تخوف بالدخول للامتحان، بس الحمد لله رب العالمين الاختبارات اللي صارت هنا حضوريه وفضل السيد الوزير يعني كان وسوى لهم اختبار مع حضور العوائل، فكان اختبار جدا رائع. هذا الشيء شفته ملموس يعني على ابنك؟ اكيد 100%. شنو اللي استفاديته بالاختبارات اللي موجوده هنا؟ انا كنت هو كلش خايف قبل الامتحانات، الوقت ما يكفي له شيء، بس من ورا الرعايه العلميه الحمد لله الوقت كله صار، تعودت على الوقت وايدي صارت سريعه والحمد لله. هاي التحديات يعني صارت عندك بسيطه غير؟ طبيب بالمستقبل او شنو؟ ان شاء الله. ان شاء الله. انا اتمنى لك الله يرضى عنك. وايضا بنفس الوقت اريد اشيد انه فيك اجواء، فيك مبادره جميله انهم تكون يعني مواقف تسجل يعني تسجل هاي الاتعاب، تسجل هذا الكادر عظيم. انه حلو من نشوف هيك اهتمام وهيك مسابقات، يعني انا سبق وان اعيد وشدت بهذا الموضوع انه كدور وزاره الشباب بهذا الجانب اتوقع نجحت به، خصوصا انه موضوع الشباب دائما يعني مغفل بالنسبه لي او مبهم بالنسبه للاعلام وبالنسبه للجمهور، باعتبار انه الناس تشوف الوزاره فقط وزارة رياضة بعيدة عن الشباب، لكن احنا اليوم اذا بدنا نشوف فالصورة تحكي والمسابقات يعني هنا موجودة، فبالتالي متواصلين وياكم وراح نشوف زملاء عثمان اللي موجودين هنا. اتمنى لك التوفيق عثمان. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، متواصلين وياكم، خليك معنا.
الحسين ونور الحسين. احنا التقينا بالامتحانات وعدتونا انه تكونون بالنهائي، وانتم اليوم وفيتوا بوعدكم. انت اليوم من ضمن المحتفين بكم. شنو هالقاب هذا؟ شكرا شكرا. شلون الامتحانات؟ هي امتحانات اول كانت ذيك اللي احنا اختبرناها ملعب الشعب، هي كانت هم بعضها صعبه، بس احنا الحمد لله احنا تدربنا. يعني دربنا احنا اولا دربنا ذكاء، وكان الذكاء هو كله صعب، بس بعدين الحمد لله اتغلبنا عليه ونجي نجحنا. انتوا اليوم ضمن الاوائل غير؟ نعم. مدرستكم؟ ها؟ اي انا اشكر مدرسه، والله مدرسه كلش فارتنا. نور شنو الاخبار؟ الاختبارات بالملعب الشعب كانت بعض الاسئله صعبه يعني، وما ماخذيه ما مر علينا، وبعضها يعني استاذ لؤي بدري هو قررنا اياها وفهمنا اياها، تعب علينا. ومن نجحنا يعني كان شعور رائع. والله شعوركم من نجحتوا؟ يعني انه شعور انه احنا من ضمن الاوائل بالعراق. العراق يعني بلد عظيم وبيه يعني واي ناس يعني، بس احنا من ضمنهم، احنا الاوائل، في شعور حلو. قد معدل بالاختبار؟ ما يقولون، بس انا معدلي بشكل عام 99. كان عندك مشاركه بالهند؟ نعم عندي مسابقه بالشهر 12 حساب ذهني، اشارك بها وان شاء الله اطلع مركز وارفع راس العراق. على قطر هم شاركت بطولة؟ لا بطولة مصر. مصر 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 شرم الشيخ مركز اول. على تغلبت على 19 دولة حساب ذهني، وحسين صهيقة يمينه جاب مراكز اولى، جاب مركز شامبيون واعلى من الاول، و اثنيناتنا تغلبنا على 19 دولة على فئتنا. بدك تسأل نور سؤال؟ اي تعطيه رقم، خل هو يسأل. تفضل. احسب انت 5 4 ماينس 2 1 3 ذاتس 11 11 جاوبه صح لو؟ صح صح. زين انت سأل اسأل 5 4 2 ماينس 5 4 نقول انه على سبيل المثال 943. ها اعطيك اياه؟ لا يا. يعني مثلا 56 مثلا يجي زائد 23 ناقص 42 اعطيك الناتج انت بكيفك. هيجي ما شاء الله ما شاء الله. ضرب ضرب رقمين برقم، يعني مثلا هيجي اي رقم هيجي في 5 هيك واعطيك الناتج هيك 208. حلو. نفس المسابقه راح تشارك بالهند؟ اي بس مستوى اعلى. انا حاليا اتدرب. انا ماخذ مستوى يعني كلش عالي مثلا هيجي اي، بس ما اقدر احل تخيلي على الجهاز مالتنا اسمه اباكس، فاحنا نتدرب عليه بس ما نقدر نحل تخيلي. نحتاج دوافع. اي ويحتاج وقت كل شيء. راح تشارك وياه ولا لا؟ لا لا. ها انت تبقى؟ اي. زين. تعال تعال يمه. يقولون اهم نقطة هنا بالمشاركة هي انه كسبتوا الثقة. صح. انا من دخلت مسابقة مصر يعني ما كنت متوتر، يعني دخلت طبيعي حالي حال اي طالب ثاني. والحمد لله طلعت مركز اول. الثقة اليوم اللي زادت عندك؟ ايه زادت. صارت بالوزارة اختبارات ما ذكاء شوي خايف متوتر، قلت يعني يجوز أسئلة صعبة، بس من شفت الأسئلة كان بعضها صعبة، بس قلت إن شاء الله أنا حجاوب لأن يعني قرينا هواي. بطولة الهند إن شاء الله أطلع لك مراكز ثلاثة الأولى. المركز الأول إن شاء الله حتى بعد ما تجي من الهند ثم نصور إن شاء الله.
شلونك قسوة؟ الحمد لله. الريس وربعي زفوف طالع تخبل. مشكور. شلون هاليوم انه اكو احتفال؟ اكو تكريم، خصوصا وانت انه خضت التجارب وخضت الاختبارات، ايش كم اختبار؟ 5. صعبات سنة؟ لا وسط. شلون وسط؟ يعني زينات. زينات. أصعب اختبار مريت به؟ بالرعاية؟ بالرعاية. أول اختبار. أول اختبار. زين أنت بيا مدرسة مثلتها؟ ماما يسا. ماما يسا. أي. زين بالمدرسة شلون؟ زين. زين. قد معدل طلعت؟ 99. 99. شو تحب تكون بالمستقبل من تكبر؟ دكتور. دكتور؟ زين ليش دكتور؟ ما أدري. بس أنت على هذا الديزاين دكتور. أي. شمس تعال. انت تحبين تكونين؟ خلي شيء مقصر. احب اكون دكتوره، كان حلمي ودكتوره. كان حلمك؟ اي بعده ما زال. ما زال حلمي. يا صف؟ صف سادس ابتدائي. يعني بعدك معبره للاول بعد؟ اي لا رحت للاول. قد المعدل طلعتي بالسادس؟ 98.7. ما شاء الله. ليش زين ليش تنوي تروحين انه حلمك يكون دكتور؟ اكو واحد عندكم بالعائله دكتور؟ لا ما عندنا، بس كان حلمي من وانا صغيره يعني العب اشتري العاب مال دكتوره، حلمي اكون دكتوره. الاختبارات صعبه كانت لو سهلت؟ سهله الحمد لله. اي انتم اليوم شنو شعوركم انتم قسوه؟ ارتاح القسوه، شنو عن مشاعركم وانتم اليوم راح يحتفون بكم هنا وبالمنصه الصعيدون؟ كلش فرحانه. اشكر الله سبحانه وتعالى انه انا اجيت لهذا المكان، انه انطاني خلاني افرح ويعني امتحن هذا الامتحان وانجح فيه واجي لهذا المكان. حلو. حلو؟ كلش. حلو الشعور. اي. بالتوفيق. نعم شاهد الكرام متواصلين وياكم، واكيد هاي طلبتنا الحلوين والموجودين انه شاركوا باختبارات الذكاء، يعني هم قادة المستقبل بالفترة المقبلة، وإن شاء الله يا ربي يعني قسور ولا شموسة يحققون أحلامهم بالفترة الجاية. متواصلين وياكم. شلونك أستاذ؟ حياك الله. يعني مرحبا، الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. ما شاء الله جاي بالحلو، جاي ضمن الاختبار، يوم فرحة بالنسبة لنا حقيقة. احنا أول شيء نشكر جهود وزارة الشباب والرياضة متمثلة بالسيد الوزير على إتاحة الفرصة للأولاد أنه يشتركون بهذه الاختبارات الذكاء، دورات اختبارات الذكاء. حقيقة هم استفادوا من أتها بالدرجة الأولى عن طريق التواصل الاجتماعي، مواقعكم كلش استفادوا من أتها، أكثر من استفادوا من المعاهد الأهلية. يعني الأمانة يعني أنا أكثر المعلومات اللي حصل عليها ابني حسب ما افتهمت من عنده ومتابعتنا أنه عن طريق الأونلاين مع وزارة الشباب والرياضة، يعني كانت معلوماتهم كلش مفيدة لهم، وأكثر اللي يطرحوه لهم وأنا أشوفه اللي جاهم بالاختبارات، والحمد لله وشكر هي عبارة عن دورتين بس اللي دخل بها اللي عن طريق الشباب والرياضة. يعني هو كانت الفترة قصيرة بالنسبة لنا، وما حد أهلي كان لهم دور جيد، يعني ما نقول لا ما نبخس حقهم، لكن دور وزارة الشباب والرياضة حقيقة احنا ممتنين جدا من عندهم. ياسر. الحمد لله وشكرا. هو اخر يعني دائما انا اخر امتحان امتحنته لان شفته شويه صعب، يعني انا جبت بيه 60، بس يعني دائما اكيد اللي يكون اخر امتحان او اول امتحان امتحنه شويه اكو خوف بيه. ايه صحيح. اكيد الحمد لله وشكرا فضلكم. هذا اهم موضوع بالنسبه لهيك اعمار انه يشاركون ويختلطون بالجو، بحيث انه تكسر هذا الحاجز مال الخجل، تكون عنده ثقه اكثر بنفسه. استاذ اكيد هي هذه الدعم هذا وهذه المشاركات وهذه الاحتفاليات اكيد راح تكسر هواي حواجز عند ما نقول الطفل عند هيك عمر. زين راح تخليه مستقبلا يكون يعني ان شاء الله من قيادات المستقبل ان شاء الله ومن ابطال المستقبل. احنا معولين عليهم حقيقه. ان شاء الله باذن الله. والله هو هذا الشيء المتروك الى الخيار اولا واخرا. هي اكثر شيء مرغوب دكتور او مهندس ايش دكتور يعني؟ روح مثلا محاسب صير رجل اعمال صير تاجر. داخل اني يعني متميزين وروح حساب بشدي لي خبره رايح مدارس عاديه. والله
الله يوفقه حقيقة. هذا الشيء يعني بيد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، والتوفيق رباني، ما نقدر نقول إحنا نريد شيء والله سبحانه وتعالى هو اللي يريده آخرا وآخرا. للجميع شكرا جزيلا لكم. طبعا يعني دربنا بما فيه الكفايه بس ما حالفنا الحظ المركز الاول. المهم انت اليوم المهم المشاركه، يعني مش المشاركه طبعا والاستفاده من المعلومات. بالضبط. لمن تهدى هذا الفوز؟ لكليه بغداد والعائله الكريمه اللي جايه. العائله الكريمه ابوي وامي. زين، انه التحديات الجايه بعد المقبله شلون؟ ان شاء الله مشاركه ان شاء الله ان شاء الله يعني نقدر نشارك، بس انه هسه ثالث متوسط بعد نلتقي فيه. بالضبط. تحب تكون بالمستقبل؟ ممكن دكتور. ممكن دكتور، يمكن هاي السابع واحد او ثامن واحد يقولون دكتور. ليش دكتور؟ يعني لانه الاعلى شيء. اعلى شيء. اي دكتوراه لو دكتور. دكتور؟ لا دكتور تخصص طب عام. طبيب. طب عام. يلا اتمنى لك التوفيق. اشكرك. بطل. شلونك استاذ؟ الحمد لله وشكرا. الله يبارك. ما شاء الله اليوم اولادك الله يخليهم بالاحتفال وشعور حلو ترى. الحمد لله وشكرا. نشكر وزاره الرياضه والشباب على دعمها للمتميزين والمتفوقين، وأولادي من المتميزين وامتحان البكالوريا الصف السادس، عثمان طلع 100 العام وعلي طلع 100 السنة إن شاء الله. أنت 100 تقلد أخوك لو شنو؟ لا أنا أكبر منه هو قلدني. شاركت بالاختبارات؟ إيه. صعبة كانت لو سهلة؟ سهلة، علي القراءة هي سهلة تطلع. سهلة زين. إيه. عن يا مدرسة؟ أنا متميزين خضراء. متميزين خضراء، زين. شو تحب تكون بالمستقبل؟ دكتور. دكتور، وأنت عاد؟ دكتور. اثنينهم دكتور ما يصير، لأن لازم واحد 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 لازم واحد مهندس، لازم واحد يتنازل، لازم أبوه مهندس، أبوه مهندس وأخوه مهندس، إي نعم. الله يبارك. ما يصير تتنازل؟ لا. زين، شنو شعورك أنت اليوم كطالب مجتهد؟ اجتازيت هاي الاختبارات ونا تكريم وأهلك موجودين؟ يعني أحس فخر إنه أنا قدرت يعني أدخل هيك مدرسة راقية أحسن من البقية، يعني قريت واجتهدت وقدرت أدخل. زين علي، شنو شعورك أنت اليوم ويعني أهلك موجودين هنا؟ أحس فخر لأن اجتهدت ووصلت لهاي المرتبة ودخلت هاي المدرسة المثقفة. و لا أهلي قالوا لي ادخل ويا أخوك على المتميزين، إيه تروحون بنفس الوقت وترجعون بنفس الوقت. توسع الوقت لو حتى تروحون طبية اثنينكم ما رعب؟ لا نروح طبية اثنين. طبية. طبيب شنو؟ عندي عثمان معفو بكل الدروس بصف الأول، طلع 99.4. ما شاء الله. إيه. ما شاء الله. الحمد لله. تريدهم بهذا المجال يكونون بالطب؟ والله هي رغبتهم، يعني أنا ما أجبرهم على اختصاص معين أو، بس هي اللي ماشية الطبيبية. طبيب لو طبيب لو طيار. إيه. بس طيار ليش ما صدق ليش ما صدق الطيار؟ خوف. رشيق وأنيق و. يخوف ابغى عكس اصلا الطب يخوف. لا لا الطب ما يخوف. زين اكو بالعائله شخص طبيبته الثالث تكون مثله؟ اختي كبيره. اختك كبيره طبيب؟ لذلك انه ايه. وانت ليش يعني بابا ترى بابا مهندس سر مهندس. لا الطب احسن. ما الطب احسن. طبعا لكم التوفيق. الله يبارك لك ونشكركم ونشكر وزاره الشباب على دعوتنا لهذا الاحتفال.
ودعمها للمتميزين والمتفوقين، وإن شاء الله نتمنى للجميع الموفقية في الحياة المستقبلية إن شاء الله، تحقيق أمانيهم ومستقبل زاهر للجميع، وإن شاء الله يعم الخير والسلام إن شاء الله لوطننا العزيز إن شاء الله. إن شاء الله يعني مو الكل طبي، مريتكم يعني كل تريد يصير طبيب، أكو ترى اختصاصات حلوة، أكو هندسة يعني، أكو طيار، مو أكو أستاذ، أكو مدرس، أكو مخرج، يعني هواي تخصصات بس ليش طبية؟ فأتمنى أنه كل طلبتنا وكل أطفالنا بالمستقبل يحققون أمانيهم، وإن شاء الله يعني نشوف بهم مهندسين مو فقط طبية. إن شاء الله. نعم إن شاء الله الكرام، متواصلين معكم، خليكم يعني. شلونك حبيبي؟ اهلا وسهلا بك. الله يخليك، شكرا جزيلا. الحمد لله والشكر. انت ابوه؟ لا هو ابوك؟ لا هو ابويا. شلون عرف؟ لان هو من انا كنت صغير وكان ابويا. الله يخلي لك يا. الله يخليك، شكرا جزيلا. اليوم الاختبارات وما شاء الله الرئيس طالع. طبعا. شنو شعورك اليوم؟ والله فرحمة وصف، لانه الحمد لله والشكر، انا كان عندي ثقة قوية بي الله يخليك، ويعني ما خيب ظنه. نجح وسادس طلع معدل وطب للاختبارات، وهنا طبعا الجماعه ما قصروا وياه، ويعني كان من الاوائل اللي مقبولين والحمد لله وشكرا. قبل كليه بغداد بالعظميه. شو تحب تكون بالمستقبل انت ما دام ما مخيب ظن والدك؟ احب اكون طبيب. هم طبيب؟ هم طبيب. ليش طبيب؟ انت ستايلك هسه مال هندسه. ماني اهلي كلهم اطباء، عمي وخالي يعني اغلبيتهم اطباء. طيب شنو الاسنان؟ عيون؟ باطنيه. بطني توجعني. يا صف اول متوسط. اول متوسط؟ اي. وشاطر؟ اي شاطر، لازم شاطر. بس خاطرك حلو. شكرا. مال الزواج هذا مال العريس. اي اكيد، اشكرك شكرا جزيلا. ان شاء الله يا رب يحقق، ما يخيب ظنك ويحقق احلامه ويكون انه قدر المسؤوليه. ما شاء الله سبع ان شاء الله. يلا توعدني؟ اوعدك انه اصير طبيب. اجيك تداويني. ما يستغرب ما توجعني. يلا بالتوفيق. نعم شكرا لكم، متواصلين معكم، خليكم. الوزير ضمن المبادرة واختبارات الذكاء بعيدا عن الرياضة تحديات الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ختمنا فعاليات اختبارات الذكاء لشبابنا الصغار الكبار، وعلى حدائق وزارة شباب الرياضة احتفينا بهؤلاء الذين تم قبولهم في مدارس المتفوقين بحدود أكثر من 70% من الذين عملت وزارة الشباب والرياضة على تدريبهم واختبارات الذكاء لهم، تم قبولهم مدارس المتفوقين وبعضهم في مدارس الموهوبين. الحمد لله، واليوم مثل ما شاهدون هاي يعني هذا الكرنفال الجميل بالاحتفاء بهم. طيب تحديات الشباب مثل تحديات الرياضة؟ لا، تحديات الشباب أسهل، كنا نتوقعها أصعب. لا الحمد لله، إن شاء الله ما كلهن سهلات وكلهن في متناول الأيدي بجهود زملائنا في وزارة شباب الرياضة، أصدقائي وزملائي، وأيضا بجهود
الفئات اللي نستهدفها، لأن أنت الأسرة الرياضية إذا ما كانت متعاونة ما ممكن أنه تقدم لهم دعم. كذلك الأهالي إذا ما كانوا فاهمين وواعين الأدوار أولادهم ومستقبلهم أيضا ما راح نقدر نقدم لهم دعم. الحمد لله مستوى وعي الأهالي مستوى كبير، وأنا بهاي المناسبة من خلالكم أقدم لهم الشكر الجزيل. هم يشكروننا بس بالحقيقة إحنا من نشكرهم، لأن بالنتيجة أنا أب أيضا وعندي أولاد، فهذا جزء وفاهم ما معنى ذلك يعني. فأنا أشكرهم شكرا جزيلا على ما قدموه وعلى ما صنعت أيديهم من تربية لهذا الجيل الناشئ. شكرا جزيلا. إذن كل التوفيق لطلابنا، هم اجتازوا يعني اختبارات الذكاء، ومثل ما تشوفوهم الآن أنه حققوا حلمهم بارتقاء منصة التتويج، فبالتالي نتمنى أنه يحققون أحلامهم الأكبر، خصوصا وأنه أغلب أحلام اللي موجودين هنا هم طبية، وإن شاء الله طب وهندسة وما شابه ذلك. ختاما تقبلوا تحياتي تحت كاد عمل، إلى اللقاء.